ربك يصلح حالك، اعرف دينك، عايز دنيا يفتح حالك، اعرف دينك، عايز حكمة ورحمة وجنة، عايز حكمة ورحمة وجنة، عايز تجمع دنيا واخرة، اعرف 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 دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء ووضع الميزان، والصلاة والسلام على خير نبي وإنسان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الفوز والخسران. اللهم اجعله يوم فوز لنا لا خسران علينا. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان الليلة محتاج صبر شوية، يعني تطولوا بالكوا عليا عشان تستوعبوه، لأنكم عمركم ما سمعتوه. هذه الخلاصة، كلام ابن تخصصي الأولاني. ما أنا عندي تخصصين، تخصص في اللغة العربية وتخصص في الفقه. العنوان حذف نوني مضارع كان في القرآن الكريم. اعرف دينك اعرف دينك، وعشان تعرف دينك لازم تعرف لغة دينك. النهاردة العنوان الكبير مش ده، العنوان الكبير أربعة في المدثر. احنا شفنا الأربعة بتوع المعون، الأربعة اللي في المدثر. سؤال موجه لأهل النار، ما سلككم في سقر؟ سقر يعني جهنم والعياذ بالله، بعيد عنا وعنكم. إيه اللي خلاكوا تيجوا جهنم؟ حتف سلك، يعني مفيش مطبات صناعية في السكة، الملائكة بتسحب من الوشوش. لحسن تفكروا إن هم راحوا جهنم بإرادتهم وسلكاوي، لا ده مش عايزين يتعتعوا، بس الملائكة غلاظ شداد. ها قالوا أربعة، لم نكو، لم إيه؟ جه العنوان أهو بقى، لم نكو من المصلين، ولم نكو، أها نكو نون كاف، نطعم المسكين. ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين. أربعة، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، الموت يعني. فلقيت اتنين من الأربعة ما فيهمش نون، ما هي لم نكو يعني لم نكن من المصلين. أمال ربنا ما قالش ليه لم نكن من المصلين؟ مش بقول لك جديد أول ليلة تعرفه في حياتك كلها؟ في عندنا درس بقى في اللغة العربية اسمه حذف نوني مضارع كان في القرآن الكريم. هو كان المضارع بتاعه إيه؟ يكون، مش كده؟ ولا يكو من غير نون؟ يكون. طيب النون دي بتاعت يكون اللي هو المضارع بتاع كان تحذف باربع شروط. اوه، ان يكون بلفظ المضارع، قلنا يكون. اتنين، ان يكون مجزوما، يبقى يكون لا يمكن تكون يكو، لكن لم يكو لم يكو لم أكو مجزوم. جزمها بالسكون لأنها ممكن تجزم بحذف النون، إذا كانت من الأمثلة الخمسة مثلا، كل مضارع اتصل به ألف والاثنين أبواب الجماعة أو ياء المخاطبة، ها يكون جزمها بالسكون. يكون الحرف اللي بعدها متحركا، أدي الأربع شروط. أن تكون بلفظ المضارع، أن يكون المضارع مجزوما، أن يكون جزمه بالسكون،
أن يكون الحرف الذي بعده متحركا. قال تعالى لو عايز مثال: لم نكن من المصلين. أصلها إيه؟ نكن، واتحذفت النون مع توفر الشروط. إيه الفرق؟ ده اللي أنا عايز أوصله لك بقى، سيبك من اللي راح. إيه الفرق بين لم نكن من المصلين ولم نكن من المصلين بحسب النون؟ لو جت النون يبقى معناها وقفوا معاك دقيقتين اتنين وانت بتقول لهم صلوا، واقفين كده يهزوا راسهم، يبقى دي لم نكن. انما اللي تقول له صلي صلي وتبص تلاقيه مشي بعد الصاد فاضل لام، صلي يبقى لم يكو. الدليل على كده ايه؟ في سورة مريم: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم إيه؟ قولوها يا حلوين كده، ولم أكو. شفت؟ ولم أكو بغية، أصلها إيه؟ لم أكن، اتحذفت النون عشان تدلنا على إنها لا بتفكر إنها تكون بغي، ولا حد يجرؤ أيوه لا يا بغي، ولا حد يهوب ويعمل معها علاكة علاكة. شفت حذف النون؟ بص بقى في آيات المدثر، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر، حمير بتجري ووراها أسد لما حد يقول لها صلي. معرض، اللي معرض قوي تتحذف معاه النون. معانا ست ام كريم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يسترك. انا بحب حضرتك قوي. احبك ربنا بالنزاه وكرمه. انا بس بتصل بحضرتك عشان اسلم عليك ومامتي هتقول لك على سؤال. اتفضلي. اسمي سجد. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الله يسترك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. الله يعود عليك بخير يا رب. وعليك يا فندم. الله يخليك. كنت بسأل حضرتك بس سؤالين، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بحط، ينفع أحط مصلية في الأوضة بتاعة النوم بتاعتي؟ إيه؟ ودي ركن للصلاة، مصلية. إيه إيه؟ أنا ما سمعتش. أنا ما سمعتش. إيه؟ ما سمعتش. ألو؟ ما سمعتش. ينفع إن أنا أحط أفرز المصلية في الأوضة في مكان أعرف أصلي فيه على طول، المصلية ما تتشالش ولا لازم بعد كل صلاة أشيلها؟ لهذا الأصل الأصيل إن يكون للست حتة تصلي فيها بيتها، بيسموه الفقهاء مسجد وبيتها. كورنر كده وخليها ليل ونهار صيف وشتاء. ويبقى ده الجامع بتاعك، ده الأصل الأصيل. الجماعة اللي بيشيلوا المصلية وحطوا المصلية دول بقى يعني المكان عندهم ضيق، بيستغلوها في حتة تانية بتاع حاجة زي كده. لكن خدي كورنر ويبقى مصلى، وحتى الاعتكاف فيه يكون في رمضان في العشر الأواخر في مسجد بيتها، لأنه أستروا يعني الستر يعني مطلوب بالنسبة للست. الدين بيقول كده، الدين بيقول كده. أستاذ محمد. أيوة باشا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. انا عايز اطمن عليك بصراحة، يعني عايز اسمع منك انك يعني بقيت في احسن صحة دلوقتي. اللهم لك الحمد، ربنا يطمن عليك يا دكتور. الله يكبر خاطرك وسألت عليك العافية وانا زودت عليها كلمة. ربنا اتعلموها. اتعلموها، تسأل عليك العافية وتلاقيك.
احنا وقفنا عندي سالت عليك العافيه، سالت عليك العافيه. افرض العافيه بتسال عليا وكنت انا في الترم، تعمل ايه العافيه بقى؟ تروح لامها. انما كملوا الجمله وخلوها حلوه كده، ده انتوا بتاخدوا حذف مضارع، نون مضارع كان، انتوا فوق مستوى المستويات. فقولوا تسال عليك العافيه وتلاقيك، لابسه فيك على طول وداخله في جتتك ومفرحه ناسك ومكرهه اعدائك. ومحمد تاني، ام محمد. الو الو. ايوه ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ربنا يكبر خاطرك يا رب دايما كده. انا متابعه لحضرتك من زمن الزمن الحمد لله. شرف ليا. الله يبارك في عمرك. دلوقتي انا كنت كلمت حضرتك من يجي 15 سنه على ان والدي، كنا احنا سايبين ارض مع والدي واحنا كنا بنسافر، وبعدين ايه فحصلت ظروف وكده، والمهم بنوا عليها. فلما بنوا عليها جه زوجي ما حبش ان هو يعني حاولنا ان احنا ناخدها منهم بالتراضي بالبتاع. كان والدي صعب الله يرحمه. المهم ان هو جه قبل ما يموت كان مخاصمني، رحت وصالحته الدنيا تمام. فدلوقتي بعد هو ما مات فضلت القضيه مستمره ان احنا بنشتكي على حته الارض بتاعتنا. فجم اخواتي منعوا مني الورث وقالوا مش هنديها اي حاجه فرسها غير لما تتنازل عن القضيه. جه طبعا دي شقه جوزي، واحنا كنا في السعوديه 30 سنه في السعوديه وعمرنا كله هناك. فجي جوزي قال لي لا انت عايزه انت واخواتك تتصالحوا براحتك، لكن انا التنازل مش هتنازل عن القضيه. فطبعا طبيعي ان هو لما توفى احنا بقينا الورثه في قلب القضيه. فاخواتي يقولوا لا انت رافعه علينا، انت مش رافعه علينا. فعمالين بيبيعوا في بيوت وبياخدوا ايراد المدرسه وياخدوا الحاجه، وانا مش راضين يدوني حاجه خالص من ورث والدي. عشان اوضح للجمهور اللي متابعني، هم كانوا مسافرين اشتروا حته ارض ادوها للحاج الله يرحمه ويرحم جميع موتانا. الحاج بنى عليها واستولى سفاها، يعني سفاها. جه الحاج مات، اخواتها بقى مش عايزين يدوها حاجه الا لما تتنازل عن القضيه اللي بتطالب فيها بحته الارض. احنا قدام مشكله بتتكرر في كل قريه وفي كل نجع وفي كل شارع وفي كل حي، هو استيلاء بعضنا على أموال بعض. وفي خطبة الوداع يقول سيدنا محمد إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه في سنتكم هذه. الأكل المال ده حرام. واحد مؤتمنك على حتة أرض تبني عليها وتحتلها يا ظالم. جي انا كانت حته الارض بتاعتي يقول له وفوقها كيس كي اي اس اس. اخواتها عجنوا الدنيا بقى، مش هتاخدي من الارض والحتت الله اعلم الراجل سايب ايه الا لما تتنازلي عن القضيه. اي اوكي اتنازلي عن القضيه ويدوك البيت وتدفعي لهم الثمن بتاع ابوك اللي بناه. مفيش حقوق بتضيع في هذا الدين ابدا. أم محمد واحدة ثانية. اتفضلي يا أم محمد. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. لو سمحت يا دكتور، أنا والدي متوفي وأنا خدت ورث مني أنا لإخوات البنات، وأنا عايزة أطلق من المال أنا الخاص في على روح أبويا. في جامعة بتبني في البلد. وإيه اللي حاش؟ بس استمعني يا فندم، في جامعة بتبني في البلد. بس أنا عايزة أدي الفلوس دي لأختي بتربى في أيتام مع أربع عيال وهي اللي يعني ما معزوفة على جدا جدا جدا. يعني وأولى من الجامع يا أختي كمان. يلا اسمعيها مني بقولها لك، اللي بتربي أيتام أولى من الجامع. لماذا؟ لأن البني آدم يصلي على الأرض، لكن الجعان يموت لو ما كلش. فالإنفاق على اليتامى مقدم على بناء المساجد قوي، ينفع قوي. ايه رايكم في التحفه بتاعت الليلادي دي؟ حذف نون مضارع، شوف كان مضارعها يكون، احذف النون تبقى يكون ينفع؟ لا، لازم تبقى لم يكو. طب تعالى في سوره النساء عشان تعرف جمال القران بقى، واحنا داخلين على رمضان كل ثانيه وانتوا طيبين ومحتاجين ندرس القران الكريم بقى، ندور لنا على فكره حلوه كده.
سورة النساء ربنا بيكلمنا على جماعة بتتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا اللي هم الملائكة ألم تكن بالنون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما قالش ليه ربنا ألم تكو أرض الله واسعة زي ما قالت مريم ولم أكو بغية؟ قالك الحذف، لما تحذف حرف من الكلمة نقص يتنافى مع اتساع الأرض. إذا كان ربنا بيقول لهم أرضي واسعة يحذف النون بتاعت مضارع كان، ما تجيش ما تجيش. يبقى ثبتت النون مع توفر شروط حذفها لأن حذفها يتناقض واتساع الأرض، تبقى النون كاملة. وعايزين فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونجاوب عن أسئلة حضراتكم ونشوف موضوعاتنا، فانتظرونا. اهلا وسهلا بحضراتكم وراجعين على ام ايه. اتفضلي يا ام ايه بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش حضرتك بس يكون فضلك رحب معايا. جدا ارحب من الكون. شكرا لحضرتك. انا من كام يوم الدنيا كانت متلخبطه معانا جدا، يعني معلش ما كانش فيه نيه في بيتي. جوزي جاله حواله على فودافون كاش، فحس ان ده رزق ربنا. مرضيش الحواله جات له على الساعه 11 الصبح. جاي غلط يتصرف. يعني جاي غلط ايه؟ هو ما كانش يعرف ان جاي غلط ولا صح لحد الساعه 11 بالليل. فجي اتصرف في فلوسه كده منها، سحب فلوس منها. مين ده؟ هو جوزي. وماله جوزك؟ هو ما كانش معاه فلوس خالص وكان مديون، يعني المفروض ان اليوم ده كان هيسد بيه. ما صدق ان جه تحويل على ما جات ان تصدق. ده ربنا اللي بعتهم. بس المهم ايه، سحب فلوس 1700 جنيه سد بيها الدين ده. كم؟ 1700. طب بسيطه. سد بيها الدين اللي عليه. جه تاني يوم الصبح، هو استنى كل ده من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 11 بالليل، ما رضيش يتصرف فيها. جه الساعه 11 بالليل سحب وسد دينه. جه تاني يوم سحب الصبح. ايه سحب؟ ايه سحب؟ 1700 جنيه عشان يسد الدين اللي عليه تاني. لا هي 1700. طيب خلاص. تاني يوم الصبح تاني يوم الصبح صاحب الفلوس دي رن عليه. رن عليه صاحب الفلوس. رن طبعا. عليه طبعا. بس فقال له ان دي شركه دهانات مش عارفه ولا ايه. بس المهم جوزي قال له ما اعرفش، ما ردش عليه بقى، الله اعلم. ايوه. فجي انا قلت له دي فلوس حرام. الله يفتح عليكي. دي احنا يعني ما تلزمناش، مش عايزينها. الله يفتح عليكي. بس ف يعني انا مش عارفه اعمل ايه، انا تعبانه. انت قلت اللي عندك. انا تعبانه جدا. لا ما تتعبيش خالص. وانصح لكم ما تتعبيش. هو احنا نتصل وتخافي، وحقك تخافي، وحقك تخافي. ايما جسد نبت من سحت وحرام فالنار اولى به. اكبر عيالي عشان يروحوا جهنم؟ انتوا الدور اللي عليكم دلوقتي تسمحوا اللي حول غلط عليكم بان زي ما بيقولوا العوام ربنا بعتك لينا، استحملنا شويه، خد كذا وعلينا 1700 نسددهم لك في كذا. وهو أسأل الله أن يوسع صدره وأن يرق قلبه، إن ربي قريب سميع الدعاء. الحاجة أمنة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة بقول لحضرتك يعني ممكن دلوقتي أطلع الزكية بتاعت رمضان للمؤسسات اللي أنا بديها يعني. ما المراد بزكاة رمضان؟
مش فاهمة يعني. يعني أنت قصدك إيه بزكاة رمضان؟ يعني معاكي 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 400,000 في البنك. يا خبر أبيض. لحظة بس اصبري على أمي، اصبري على أمي الله يرحمك يا أمي. أيوة يا رب. أه جابتني ليكوا. ربنا يكرمك. مفيش حاجة، مفيش حاجة اسمها زكاة رمضان. اسمها زكاة الفطر. زكاة وما الفطر. تنفعش قبل رمضان بنص ساعة. طيب. ما تنفعش قبل رمضان ب15 دقيقة. طيب. لكن والمفروض تطلع الصبح قبل ما نصلي العيد. لكن أجاز الفقهاء أن تخرج في خلال الشهر كله من باب التوسعة على البني آدمين. الشهر ابتدى يا أمي؟ لا ما ابتداش. يتعاد عليك بخير ويجي عليك وعلى الأمة بصحة وسعادة يعني. وسلام. أنا تعبانة. لا إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية ولا تحرم منك أبدا. طب في سؤال تاني لو سمحت. أوي تفضلي. الله يخليك. اللهم صل على النبي. أنا بنتي مطلقة وقاعدة معايا وساعات بجيب لها دواء بصرف عليها يعني، بجيب لها حاجات كده، هل ده يعتبر زكاة ولا لا؟ أبدا يا أم لا يعتبر صدقة. زكاة لا تجوز على أصل ولا على فرع. يعني تديها لماما ولا تديها لبنوتك، تديها من حباب عينيكي، تديها من الأصل، والباقي بعد المدية من الأصل إذا استحق الزكاة نطلع زكاته. إحنا أمة محمد تلات تربعها عايز الزكاة تطلع على العيال. يا حاجة حاجة صعبة كده، واحد ما يقعد يفكر كده. أنا ابن ظروفه صعبة ومديون وبتاع، ينفع أطلع له من الزكاة؟ ما تسدد الدين ابنك من رأس المال. خدت الديون اللي على ابنك كل المال، لا زكاة عليك. خدت حتة قد كده هتنقص من الزكاة قصادها قد كده. الزكاة لا تصح على أصل ولا على فرع، يعني لا أب ولا جد ولا ابن ولا حفيد، دون من حباب عينيك. فادية. نادية يا ست نادية. نادية مع حضرتك. أهلا يا ست نادية. زي حضرتك يا دكتور. الله ربنا يبارك في عمرك يا رب. أمين وإياكي. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بمناسبة الآية الكريمة لم نكن من المصلين. الله. دلوقتي أنا زوجي ما بيصليش خالص، وإن أنا على طول إحنا بقالنا 12 سنة داخلين في 13 سنة وراه على طول، وانا يعني بحس بطاقه سلبيه في البيت ان اللي معايا ده ما بيصليش، وعلى طول احنا مديونين، على طول عندنا ظروف، على طول في مشاكل، في مشاكل كده الامور. اقول له طب صلي، طب ادعي ربنا يفرجها، طب تعالى نقرا اذكار الصباح، طب اقرا اذكار النوم، حتى هو نايم بيبقى مفزوع. افضل وراه اقول له طب تعالى نصلي الفجر، اظبط المنبه وصحي ما يصليش. لو قدامي يصلي العصر بالعافية واقعد اتحايل عليه قبليها، مفيش حاجة كده بتيجي منه، فأنا مش عارفة أعمل معاه إيه. أقول لك، يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وبمثل هذا السؤال والإجابة أجبت الحلقة اللي فاتت الأسبوع اللي فات. اللي إحنا عندنا أزمة في لغة القرآن الكريم، عندنا أزمة لازم نعترف. أزمتنا في لغة القرآن الكريم إن إحنا مش عارفين الفرق بين اصبر واصطبر. اصبر مرتين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اصطبر مليون مليون. إحنا مش عايزين لا عشرة ولا مليون ولا وان مليون، إحنا عايزين بالإشارة كده. يلا الله أكبر. فين بقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ يعني خلي عندك صبر بلا حدود، طول بالك. ومين اللي أمرك بأنك تطول بالك؟ ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. الواصطبر هو سبحانه وتعالى عارف عباده، عارف خلقه،
وبينبهنا نتعامل معاهم ازاي. لولا اصطبار ولولا انني جزع يوم النوى الى اخره. هنطلع فاصل ونواصل ولا مش هنواصل؟ فاصل ونواصل فانتظرونا. ارحب بحضراتكم من جديد وبنرجع على اسماء. الو، علي صوتك سنه. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا اسماء. معلش يا دكتور، كنت عاوز اطلب من حضرتك بس تقولي كلمتين يعني تهدي قلبي شويه. ربنا يبارك لحضرتك. تاني تاني مشكله تاني كبيره. تاني تاني انا ما سمعتش غير والدي. لا لا حضرتك، انا عندي مشكله ربنا وحده العالم هي كبيره. انا اتجوزت شهرين حملت على طول، وبعد شهرين اكتشفت ان زوجي المحترم مركب كاميرات جوه الشقه في كل مكان بقى، في كل ما حتى في الحمام. ولما واجهته لقيته اللي هو ده اللي عندي، مش عاجبك امشي. بعد ما مشيت اتفاجئت ان هو بعت لي رسائل بيهددني ان هو لو ما رجعتش لوحدي هيقول ان اللي في بطنه مش ابنه، هيطلع تسجيلات هو مسجلها لي في اوضه النوم. ابشع الكلام وابشع الالفاظ وكوض في الارض وشتيمه ليا والاهل. مين اللي جوزه وقال له زوجتك اسماء؟ والدي الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. شوفي، ومن ضمن اللي اتشتموا كمان والدي، ومن ضمن اللي خطف عليهم والدي. انا عايز اقول لك مش بس كده، مش بس كده، يعني فعلا ركب تسجيلات ليا معاه لناس تانية، كأني بتكلم مع ناس تانية. ماشي. ركب كلام ليا في شات مش بتاعي. ده فنان وفاضي. ده فنان وفاضي، وان شاء الله ربنا هيوكسه ويوكس اللي زيه. هو ربنا ادانا تكنولوجيا عشان نصور بيها بعض ونفضح بعض ونهدد بعض، ولا ادانا تكنولوجيا عشان نصور وجدتها أرشميدس وتسهل لنا الحاجات ونصور بها كتاب ونصور بها حاجات؟ ايه كله شك 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 ده، وغرف ده انت والشك بتاعتك. اسمعي، عايز اكد مع حضرتك وكلامي لكل الملايين، وارد جدا الزيجة تيجي موفقة نعمة وفضل من ربنا، وارد جدا تيجي زيجة غبرة ومنيلة بستين نيلة لأسباب استحدثت، يعني ما كانتش ايام النبي عليه الصلاه ولا ايام الصحابه ولا ايام الخلفاء الراشدين. اهي بقى زي كاميرا وركب اصوات ويعمل حاجات وفاضي، وان شاء الله ربنا هيوكسه وينصرك عليه. انت عشان الحمل اللي ببطنك والمستقبل المجهول المنتظره، واذا جت بنت فكري كده ثلاث ثواني مش ثلاث ساعات، لو جت بنت مثلها ان شاء الله تكبر ومحتاجه ابوها يجوزها. وفي قاعدة في الفقه الإسلامي بتقول لا تقبل ولاية غير الأب مع وجود الأب. حشاش خمورجي بتاع كاميرات اسمه أبوها يجي يقول للعريس زوجتك ويغور في ده. لا تقبل ولاية غير الأب مع وجود الأب. أجيبه منين بقى الراجل ده؟ ولو رحت بقى كمان يشتري وبيع فيا عشان يجوز البيت اللي وجد بيته. لو جه ولد عايز يطلع راجل نظيف وراجل حلو وراجل كويس، وربنا يصلح من شأنه. ما احنا عايشين على الأمل، احنا عايشين. أكبر آية كان سيدنا عمر وغيره يقول أرجى آية في كتاب الله، يعني أكتر الآيات حاملة للرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإحنا عايشين بالأمل، الأمل إنه يبقى كويس وإنه يشيل الكاميرات ويبوس إيدك ويبوس بطنك قبل ما يجي العريس اللي حيبوسه، وتتحل الأمور. وربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة. ما تتعبيش نفسيا، لأن الجواز مش هدف استراتيجي. أيوة، ابتسام هانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مبروك، عامل ايه؟ ربنا يسترك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله كنت عايز اسال حضرتك سؤالين. يعني السؤال الاولاني، لو في مبلغ من المال معانا واحنا يعني كنت عيناه مثلا،
وعملنا بيه حاجة لشقتنا احنا، وكان متعامل معنا فترة يعني وعملنا بيه حاجة، هل كان المفروض يطلع عليه زكاة؟ لو بلغ النصاب يطلع عليه زكاة، هو مثلا يكون حوالي 40 أو 50 ألف، ما يجيبوش ال 85 جرام ده. لا بس شوفي اسعار الذهب من 11 سنه من 12 سنه كان يجيب ولا ما يجيبش، عود احسبيه. هو انا بنينا بيه يعني شقتنا، ما كانش عندنا شقه فعملنا فساعدت يعني. ما هو المال الذي لا يخرج عنه زكاه المرصود لدين، مش المتشال لان اجيب بيه جهاز عروسه او اجيب بيه اي حاجه، ممكن ما اجيبش، لا ممكن ما ابنيش، لكن الدين عليا يسدده يا كلبوش. اروح كلبوش؟ لا ما طلعش زكاة المال المرصود لدين. السؤال الثاني يا اسماء، يا ابتسام، راحت ابتسام. معانا الاستاذ تامر. الو يا تامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حابب بس اسلم على حضرتك واقول لك بس يعني اشهد الله تبارك وتعالى نحن نحبك في الله حبا شديدا. لكم الله واكرمكم، حبكم الله واكرمكم، اشكرك. ربنا يبارك لك يا رب، ويعني امين يا رب، يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. استاذنك بس تدعي لابني حمزه بالهدايه. ربنا يكرم حمزه، يكرم حمزه وابوه وامه ويهديه ويهديني انا مبروك عطيه، ويهدي ابوه ويهدي امه ويهدينا كلنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ابتسام رجعت تاني، اتفضلي يا ابتسام. معلش الخط فصل يا مشكل. معلش. السؤال الثاني بقى، لو المبلغ ده مثلا انا عينته لبنتي او ابني فيما بعد في بنك، والفايده بتاعته اللي بتطلع مثلا كل شهر او كده، وده يبقى هل حرام ولا لا؟ ده مش حرام. مش حرام يعني لو صرفنا من الفايده بتاعته؟ لا. طب ده انا يا عم الشيخ ان يفك الكرب اللي احنا فيه. امين يا رب. احنا وجميع الغلا والحاجات اللي احنا وجميع الامه يا رب. احنا الله يبارك لك. شكرا. أهلا شكرا. تحت امرك. نفسي بقى يعني شوية كده عشان تعرفوا ان احنا بنعرفش عربي. والله لو طبقنا درس الليلة في التعامل، انا اشوفه عجوز وقريت رسائل وناقشت رسائل واشرفت على رسائل جامعية وكده، ما لقيتش حد بيحذف نون مضارع كان ابدا ابدا. لم اكن لم اكن، ما حدش فكر مره يقول لم اكن بعد ما عرف جمالها. فانا هطبق لكم عملي بواحد بيقول لمراته وفيهم درس الليله من مبروك عطيه، لم اكن لأشك فيك. لو هي بقى شافت الحلقة مش هتاخد عمرها لا في المدرسة ولا في الجامعة إلا إذا كانت لغة عربية. لو هي بتفهم لغة عربية أقسم بالله تقوم تزرغت عشان حذف النون. ليه؟ لأن الشك ما عداش عليه طرفة عين. كونه يشك فيها ما ولدتش على خطره، عشان كده قال لم أكن. إنما لو قال لها لم أكن لأشك فيك، معناها إن الشك كان واقف بيكلمه من على الباب، دخل وشرب شوية شاي بنعناع وبعدين قال له مع السلامة يا شك، حد الله ما بيننا وما بينك، أنا مراتي ست الدنيا ورمز للطهر. شوفوا شوفوا الفرق، شوفوا الفرق. احنا بندرس يا طلاب الدراسات العليا وقبل الدراسات العليا في اللغة العربية حاجة تبين أهمية اللي بقوله ده عند النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام فات على جماعة بيرموا بالسهام كده، فقالوا كلمة غلط، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلح لهم وقال لهم لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. يعني انتوا عارفين ترموا ولا عارفين تتكلموا. احنا مرتبطين والله العظيم والمفروض نكون بالقرآن الكريم
دي لغة القرآن الكريم. شوف أنا قلت لكم في سورة النساء ألم تكن بالنون أرض الله واسعة، لأن لو حذف النون هيتنافى مع اتساع الأرض، والقرآن أنغام ربانية وتناسق رباني وكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل ولا شعرة. دي نون دي نون، ثلاث مواقف في سورة الكهف هنخصص لهم ثلاث حلقات لما يجي دورهم إن شاء الله بعد سنتين إن عشنا يعني وقدر لنا كما يقول الشيخ محمد أبو بكر البقاء واللقاء. لما خلق السفينة فأردت أن أعيبها، ولما أتى للغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ولما بنى الجدار للغلامين اليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ليه نسب العيب إلى نفسه وجيه في القتل نسب الخير والشر له لربنا، وليه نسب الخير لربنا في وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. أنا قلت وأنا أستاذ في أبها من 30 سنة، وقلت وأنا أستاذ في الأزهر طول 30 سنة، ما تقولوش ما تقولوش أتمنى لك السعادة، لأن معنى أتمنى لك السعادة روح الله لا يسعدك. آه يا أخوي ما تشهقش لروحك طلعت. أتمنى لك السعادة، التمني بيكون في المستحيل. أمال البديل إيه دكتور؟ أرجو. صعب علينا دي، أرجو لك السعادة. أمين يا رب، أتمنى لك السعادة، حد الله ما بيني وما بينك. وانا في أبها فاكر زي النهارده قلت لهم يعني لو احنا بنفهم لغه عربيه وانت رايح مستشفى تزور واحد عيان ولقيت واحد خارج من عنده، لو احنا بتوع لغه عربيه لو احنا مسلمين يعني، فتقول له كيف حاله؟ يقول لك ليت الله يشفي. ترجع. عارف ليه ترجع؟ عشان تشتري له الكفن. دي معضله، لانه قال ليت يعني مستحيل يخرج، انما لو انت داخل على الجناح اللي هو فيه او الاوضه او البتاع وقلت كيف حاله لعله يقوم بعد، الله اكبر لعل. قال الله تعالى واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك تتمناها، ها نفسك انت تتمناها دي، لما التمني اتنا وضيع املنا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك، هقولها تالت مرة، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. شوف القرآن ما قالش ليه وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك تتمناها، لأن التمني بيكون في المستحيل. حتى الراجل البيت اللي كلكم حافظينه اللي قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، قال أهلا ليت شبابا، ليت ليت بتاعت التمني ليت دي، فليت للتمني هل هو على صواب في تعبيره؟ نعم. لماذا؟ لأن عودة الشباب مستحيلة، اللي راح عمره بيرجع، فلو قال لعل الشباب يعود يوما يبقى ما بيفهمش لا 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 قرآن ولا حديث. وتعالى في الرجاء قبل ما اختم، في كلمتين عندنا في الرجاء، عسى ولعل. الأقوى عسى، يا دين النبي يا نهار أبيض، عسى الله أن يفرج الهم، عسى الله أن يغفر الذنب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. العسى، فعسى الله أن يتوب عليهم، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل عسى في القرآن الكريم رجاء 99%، أما لعل 70 75،
أما ليت وأتمنى إمبوسيبل. إمبوسيبل بالفرنساوي عشان أم أحمد فرنساوي. إمبوسيبل مستحيل بالإنجليزي. وختاما من شعر مبروك عطية بحسن الوعزي: تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يدوب، فقل المسرفين ألا رجعتم، فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال، ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية وحتى ألقاكم غدا إن شاء الله، لكم مني خالص الدعاء بصلاح البال والحال. السلام عليكم. عايز ربك يبقى في صفك، تعرف دينك، ولما تنادي تلاقيه جنبك، تعرف دينك، عايزه دايما يرفع قدرك، اعرف دينك، اعرف دينك. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. عايز ربك يغفر ذنبك، تعرف دينك، عايز دايما يرتاح قلبك، تعرف دينك، عايز سيدنا النبي يحبك.